سلام عليكم. ان شاء الله النهارده نكمل جزء بسيط اللي هو اللي باقي لينا في السمول انتستين. هنتكلم عن السكريشن في السمول انتستين. احنا اتفقنا ان احنا هناخد 4 بروسيسز في السمول انتستين. خلصنا في المحاضره اللي فاتت الموتاليتي، باقي ليا اشوف السكريشن، وبعدين اشوف اللي هي الدايجيشن، واشوف كمان ايه الابسوربشن. فالثلاثه دول بناخدهم سريعا وبنعتمد فيهم على معلومات من الهيستولوجي ومعلومات من البايوكيمستري كمان. طيب هنا اللي السمول انتستين السكريشن بتاعتها، قال لي الاكس كراين جلاند سيل اللي موجوده في السمول انتستينال ميوكوزا سكريت اللي هي السكريشن في اليومن اللي بتقدر بقد ايه؟ قال لي اباوت 1.5 لتر بير اللي هي ايه بير دي. طيب هي عباره عن السكريشن دي مين لي كده؟ لما ابص على السكريشن دي هلاقيها عباره عن حاجتين، عباره عن ميوكس، وزي ما عارفين اللي هي الجوبلت سيل اللي موجوده من اللي هي الكلام في الهيستولوجي اللي بنقوله، هي سكريت اللي هي الميوكس. والميوكس دايما اول ما اتكلم عليها اقول فور بروتكشن اند لابريكيشن. طيب هنا دي اللي هي الجزء ده اللي هو بنسميه الفيلس، وده الجزء هنا ده اللي من الهيستولوجي انت عارفين ان هو الكريبت اوف لوبريكان، ده اللي هو هنا اللي بيخرج اللي هي السوليوشن اللي مليانه ووتر كتير وباي كربونيت. يبقى عندي هنا 1.5 لتر دول عبارة عن إكواس سولت أند ميوكس سكريشن. السكريشن دي هي اللي بسميها كلمة ساكس انتريكس، اللي هي الجوس أوف الانتستين اللي سكريتت في اليومن. وهنا بيبقى فيه عندي بعض اللي هي المعلومات اللي لازم تعرفها. أول حاجة قال لي الكمبوزيشن، هنا الكيميكال كمبوزيشن، هل أنت محتاج دلوقتي تسأل عنه؟ قال لي أنا عرفت إن أنتوا هتنزلوا هنا من اللي هي الكريبت ده ينزل شوية الووتر والباي كربونيت، وأكيد مع الباي كربونيت في اللي هي الصوديوم والكلور، يبقى صوديوم وكلور وبايكربونات، ومعايا ايه؟ قال لي ومعانا اللي هي الووتر. والووتر هنا مهم جدا علشان وظيفه اللي هي الانتستين بتاعه الدايجشن. طيب وهينزل ايه كمان؟ قال لي من الجوبلت سيل في اللي هو الميوكس. قال لي طيب يبقى نوصف اللي هي الايكوس سوليوشن اللي موجود عندي، فهقول هو ايزوتونيك فلويد، ايزوتونيك فلويد من الصوديوم كلورايد والبايكربونات. وطبعا اول ما اجيب كلمه بايكربونات يبقى انا اللي هي السكريشن اللي نازل عندي ده ايه؟ الكالين، يبقى هو سلايد الكالين اللي هي البي اتش بتاعتي الكالين. طيب السوليوشن ده مليان ايه؟ قال لي هنا اهم حاجه عندك انه يبقى مليان ووتر كتير، لان انا هنا في السمول انتستين بعمل دايجشن. وكلمه دايجشن هنا اللي بعمله يعني بعمل هيدروليسيس، بكسر اللي هي البوند اللي هي اللي موجوده عندي بالرياكشن مع الووتر. فانا كده محتاج اللي هي لو انت في ميديا فيها ووتر كتير فده هيلب ايه؟ هيلب اللي هي الدايجشن. يبقى ده قيمه الووتر ان هو هنا بارتيسيبيت في الانزيماتيك دايجشن اوف الفود، او ان بيساعدني على الدايجشن، فانا بخرج كميات كتيره من ايه؟ من الووتر. قال طيب ومع السكريشن كمان مخرج ايه؟ قال لي انا مخرج ميوكس. وكلمه ميوكس على طول فور ايه؟ فور بروتكشن اند لابريكيشن. الميوكس بيخرج من حاجتين، بيخرج من السيل اللي موجوده هنا اللي هي الجوبلت سيل، والجوبلت سيل دي انا عندي هنا اللي هي الايبيثيليال سيلز، وعلى مسافات كده الاقي اللي هي الجوبلت سيل زي ما بيقولوا لنا في الهيستولوجي. طيب وهنا بيخرج ايه كمان؟ قال لي لاحظت اللي هي في جلاند، الجلاند دي موجوده في السب ميوكوزا اوف الديودينم اللي هي البرينر جلاند. البرينر جلاند دي موجوده في السب ميوكوزا بتاعه الديودينم في بدايات اللي هي الديودينم، اللي هي مسؤوله كمان انها بتخرج كميات من اللي هي الميوكس الكالين ميوكس كتير. قال لك طيب والجلاند دي كمان لما بتعرضها للفيزيكال او كيميكال اريتيشن، او لما الباراسمباثيك يشتغل، او كمان السكريتين يخليها تطلع مور ايه؟ يخليها تطلع مور ميوكس. الله، هو انت بتستنجد بيها ليه للميوكس؟ قال لأ ان انا بروتكت اللي هي الديودينم دي من الهاي اسيديتي، ده اول مكان استقبل اللي هي الاسيديتي بتاعت القايم، فانا حطيت له هنا الجلاند دي عشان سكريت ميوكس ليه مخصوص في الاريا دي. يبقى هنا اي كيميكال اريتيشن او فيزيكال اريتيشن او الكولينرجيك ستيميليشن او السكريتين، السكريتين اللي هو دايما طالع عينه حاطط عينه على الاسيد اللي هي زياده الاسيد وعمال يحاربه بالبايكربونات، فيخرج اللي هي الانتستين تخرج اللي هي الميوكس او الجلاند دي تخرج اللي هي الميوكس ده. الميوكس ده يعمل لي طبقه من البروتكشن والحمايه تغطي اللي هي الابيثيليال سيلز اللي موجوده عندي، وكمان تعمل ايه؟ قال لي وكمان يبقى في فيها بايكربونات لان هنا الكالين فتعدل لي ال HCl. قال لك ده كمان هنا برضو الميوكس بتاعك في السمول انتستين حلو جدا مهم، لان هو بيعمل ايه؟ قال لي بيمسك البكتيريا اللي هي الموجوده عندي، ويمسك كمان اللي هي الاميونوجلوبين فيخليه اتاك الباثوجينز اللي موجوده عندنا، فليه كمان اللي هي اضافه في البروتكشن، واكيد انتوا بتاخدوا الكلام ده بالتفصيل في الهيستولوجي.
طيب هنا بالنسبه لي في الفسيولوجي احب دايما اقول لكم ان احنا لما بنتعرض للستريس فالستريس ده بيدمرنا. ليه؟ قال لك شوف هنا كمان السمباثاتيك ده اللي عمال شغال معايا وبيدمرني وبيخليني عرضه باستمرار ان احنا يحصل لنا بيبتيك ألسر. هيعمل ايه هنا معايا؟ قال لي هنا السمباثاتيك ده انهبت اللي هي البرينر جلاند دي، فده معناه ان انا مش هطلع كميه الميوكاس الكتيره اللي مليانه بايكربونيت اللي كانت بتحميلي، فانا بقت الحته دي هنا بقت بدون حمايه. فقال لي اول ما تبقى بدون حمايه اللي هي الجزء ده، فده ممكن يكون مكان ويعرضني لحدوث اللي هي البيبتيك ألسر. وقال حالات اللي هي 50% من الاشخاص اللي عندهم اللي هي البيبتيك ألسر بتبقى بنفس اللي هي السبب ده. فالناس اللي هم الفيري اكسايتبل بيرسون او الاسترس اللي احنا بنتعرض ليه باستمرار، احنا خدنا قبل كده كذا اكسبلانيشن ريليتد ليه اللي هي السمباثيك، ومن ضمنهم كمان نزود عليهم كلمه اللي هي الايفكت بتاع السمباثيك على البرينر جلاند والانهبيشن اللي بيعملوا عليها. هي كانت بتبقى ستيميوليتد بالبار سمباثيك، يبقى انهبتت بمين؟ بالسمباثيك، وده الافكت بتاعي اللي موجود عندي. قال طيب في ايه كمان بينزل هنا في اللي هي في الانتستاينال يومن ممكن ينزل؟ قال والله انا عرفت اللي هي ان الميوكوزال سيل دي عدد كبير منها بيحصل له شيدنج. الشيدنج هنا ده بينزل وتبقى ريبليزد. اكيد انتوا عارفين في سيل موجوده هنا في الكريبت اللي هي تبقى مايجريت وتطلع وتعوضني على طول باستمرار زي ما بيقولوا لنا في الهيستولوجي. قال والله هي لما بتحصل لها الشيدنج فهي بينزل معاها الانزيمز اللي احنا كنا مكونينها وحطيناها عند براش بوردر. فهنا نقول ان السكريشن بتاعي مفيش انزيم موجوده في الانتستاينال ليومن، مفيش انزيم موجوده في اللي هي السكريشن. والدليل ان انا لو خدت السكريشن من الانتستين من الانتستين سمول انتستين كولكت السكريشن ده من غير ما احط فيه السيلولار ديبري هلاقي ان هو ما فيهوش اي انزيم. سيلولار ديبري اللي هي الميوكوزال سيل دي لما يحصل لها شيدنج وتقع هنا، انا لو انا خدت السكريشن من غير اللي هي الميوكوزال ديبري ده الاقي ما فيهوش اي انزيم. طيب وده اللي بيدل لي على ايه؟ ان السمول انتستين لما بتعمل سكريشن للانزيم، الانزيم ده بيفضل موجود فين؟ بيفضل موجود في البراش بوردر اللي هتعرف عليها دلوقتي واكيد عرفتوها في الهيستولوجي، بيفضل موجود وبيقوم بالوظيفه بتاعته نوت سكريتد مع اللي هي السكريشن او مع الانتستينال جوس في اليومن. طيب نبص هنا اللي هي الريجوليشن اوف السكريشن اللي هنا عندي هيكون ايه؟ قال لي مينلي الانتستينال جوس او سيكس انتريكس هتبقى ريجوليتد باللوكال اللي هي ميكانيزم. يبقى اللوكال ستيمولاي اللي هي منه ايه؟ قال لي والله عندك فيزيكال او كيميكال اريتيشن او في ديستنشن ان النتيجه لوجود القايم في السمول انتستين، فده يعمل ستيمولاشن للميوكوزا ريسبتور هي اللي موجوده عندي. وبالشورت ريفلكس انا هعمل ايه؟ قال لي انا هطلع هنا ستيمولات يا دوبك اللي هي السب ميوكوزا بلكسس اللي موجوده عندي في اللي هي اليومن، فتعمل ايه؟ قال لي هنا تزود اللي هي الانتستينال جوز او تزود عندي السكريشن. يبقى ده بشورت ريفلكس انا زودت الانتستينال سكريشن. طيب هو ده المهم؟ قال لي اه ده المهم واهم حاجه عشان ازود اللي هي سيكس انتريكس او السكريشن ده اللي هي اللوكال ميكانيزم ده اللي ليه المين رول. لكن احيانا كده نشوف حاجه كده الماينر رول، والماينر رول هنا هيكون عندي هرمونال ستيمولاي. وقال لي انا عارف ان دايما اللي في الديودنم بيبتدي يخرج نتيجه لوجود القايمه في السمول انتستين بتطلع لي التو هرمونز اللي انا عارفهم كويس قوي السكريتين والكوليسيستوكاين. نتيجه لوجود القايمه اللي نزلت من الاستومك هنا والقايمه دي بتبقى مليانه اللي هي اسيد القايمه، فانا عندي اسيد يعمل ايه؟ ستيمولييت السكريتين، والسكريتين ده المحارب للي هي الاسيد. فحتى لما بيروح للبنكرياس كان بيخرج اللي هي البنكرياتيك جوس اللي مليانه بايكربونيت كتير. قالوا كمان في الانتستين هنا لما يبتدي هنا ستيمولييت الانتستينال سكريشن، فالسكريشن دي تطلع بكميات كتيره من ايه؟ قال لك فاكر اللي هي البرونر سيل لما قلنا ان هي هنعمل لها ستيمولييشن بالسكريتين عشان تطلع الميوكاس اللي هو مليان الكالاين كتير عشان احارب الاسيد، وهنا برده هيزود الانتستينال سكريشن اللي هي مليانه الاتش سي او 3 واللي هي تبقى فيها اللي هي الميوكاس كتير. قال طيب والكوليسيستوكاينين؟ قال الكوليسيستوكاينين استيميوليت اللي هي اوف اللي هي الانزيم، يبقى يزود الانتستينال سكريشن اللي مليانه ايه؟ مليانه انزيم. طيب الرول بتاعتهم عاليه؟ قال لك لا ده ليه ماينر رول. قال لكم ما تنساش ان احنا كنا قلنا لكم في محاضره الانترودكشن عندي الفي اي بي اللي فازو اكتيف انتستينال بيبتايد، ده لما بيبقى الهرمون ده ليه تاثير على اللي هي الانتستينال سكريشن
فبيعمل سكريشن مليان بووتر كتير ومليان بالبايكربونات. وقال كمان لو اخذنا لي في الباثولوجي ان في تيومر والتيومر ده موجود وبيطلع كميات من الفي اي بي كتير، فقال الشخص عندنا ده بيعاني من دايريا نتيجه لزياده اللي هي الووتر او لوس اوف ووتر كتير، لان الفي اي بي زود اللي هي الانتستينال سكريشن اللي مليانه بايه بووتر. يبقى ما ننساش اللي هي الفي اي بي اللي اتقال في محاضره اللي هي الانترودكشن. يبقى المين ريجوليشن هو اللوكال اللي هو النيرفس ريجوليشن اللي هي ده اللي انا بعتمد عليه. الهرمونال ريجوليشن هنا ليه الماينر رول. قال طيب انت قلت لنا ان في انزيمز سيكريتد في السمول انتستين، وانا ما هشوفش الانزيم دي في الانتستينال جوس لو انا خدتها لوحدها، لكن لو نزلت لي هنا اللي هي او شفت اللي هي السيلز دي وحصل لها شيدنج، فالسيل دي اللي هي الايبيثيليال سيلز اوف اللي هي السمول انتستين هنا بتكون اللي هو الانزيم، والانزيم دي تفضل موجوده عند اللي هي البراش بوردر اللي هي المايكروفيلاي اللي موجوده عندي هنا وتقوم بالوظيفه بتاعتها. يبقى هنا السمول انتستين كونت الدايجستيف انزيم اللي هي، لكن الدايجستيف انزيم دي تشتغل فين؟ قال لي هتشتغل عند البراش بوردر اللي هي الممبرين اوف ايبيثيليال سيلز دي ليها اللي هي المايكروفيلاي موجوده عليها بسميها البراش بوردر، فالانزيم هنا بتبقى موجوده هنا. عشان كده قلت انها نوت سيكريتد في اليومن اوف اللي هي الانتستين، هي هتفضل عند البراش بوردر وتقوم بالوظيفه بتاعتها. قال لي طب ايه هم الانزيم اللي موجودين في السمول انتستين؟ قال لك اول انزيم تتعرف عليه اللي هو الانتيرو كاينيز او اللي سميناه انتيرو بيبتايديز. ده بيعمل ايه؟ قال لي ده والله قاعد هنا بيستقبل اللي هي ده البنكرياتيك جوس، ده هنا البنكرياس بينزل البنكرياتيك جوس من ضمن الجوس اللي هي البنكرياتيك انزيم اللي بتنزل، والبنكرياس بيطلع اللي هي الانزيم اللي كفيله انها تعمل دايجيشن للكربوهيدرات وللليبيد وللبروتين. فالانزيم اللي هي البروتيوليتيك انزيم اللي خارجه من البنكرياس بتخرج فيه صوره ان اكتف، هي مجموعه اللي هي الثلاثه الكبار اللي احنا قلنا عليهم تريبسينوجين والكايموتريبسينوجين والكاربوكسي بيبتايديز خرجوا فيه صوره ان اكتف. بيقابلهم مين؟ قال بيقابلهم الانتيرو كاينيز في البراش بوردر اوف سمول انتستين. حاطط عينه على مين؟ قال حاطط عينه على الليدر بتاعهم يعمل اكتيفيشن للتريبسينوجين الى تريبسين، والتريبسين يرجع يعمل اكتيفيشن لباقي البروتيوليتيك انزيم. يبقى الانتيرو كاينيز اكتيفيت البنكرياتيك انزيم اللي هو اكتيفيت مين فيهم؟ اكتيفيت التريبسينوجين للتريبسين، والتريبسين قلنا بيكمل باقي الاكتيفيشن. قال لكم ما تنساش برضو ان هو اسمه انتيرو بيبتايديز، ده يعني بيعمل ايه؟ قال اتاك الشورت اللي هي بيبتايد اللي موجوده واكسرها واحولها الى ايه؟ اللي هي امينو اسيد، يبقى بيساعد في الدايجيشن اوف اللي هي البروتين. طيب في مين كمان؟ قال في اللي هي الانتستينال لايبيز. قال لك ده انسيجنيفيكانت قوي ملوش رول قوي، لكن انا الاهم عندي هو البنكرياتيك لايبيز. هو لو موجود الانتستينال لايبيز هو بيعمل دايجيشن للنيوترال فات تحولها لجليسرول وفاتي اسيد، لكن اعتمدنا في الدايجيشن اوف اللي هي الفات على مين؟ قال لي على اللي هي على البنكرياتيك لايبيز. طيب في ايه كمان؟ قال في حاجه مهمه جدا لاحظتها، ان انا كل اللي اشتغل على الكربوهيدرات اللي هي البولي ساكرايد حول اللي هي البولي ساكرايد الى الداي ساكرايد اللي هم سواء السليفري اميليز او اللي هو البنكرياتيك اميليز. فانا هنا محتاجه للانزيم بسميهم الداي ساكرايديز انزيم اللي هيحوله اللي هي الداي ساكرايد اللي هي اللي موجوده عندي احولها للمونو ساكرايد، لان المونو ساكرايد ده هو الفورم اللي انا بعمل بيه absorption للكربوهيدرات. يبقى عندي ايه من الانزيم؟ قال لك عندك مثلا المالتوز، يبقى ليه انزيم اللي هي المالتيز اللي يعمل ايه؟ قال يحوله اللي هم هنا الجلوكوز 2 جلوكوز، يبقى ده اللي هي الانزيم اللي هي المالتيز انزيم، وفي اللي هي سكريز انزيم واللاكتيز اللي هم بيعملوا ايه؟ قال لي دول بيكملوا الكربوهيدرات دايجيشن بانه هم يحولوا باقي اللي هي الداي ساكرايد الموجود للمونو ساكرايد. المونو ساكرايد هو الابسوربل فورم اللي انا باخد بيه اللي هي الكربوهيدرات. طيب عندنا ايه كمان انزيم في السمول انتستين؟ قال عندنا اللي هم الامينو بيبتايديز. من اسمها كلمه امينو بيبتايديز يعني هي بتشتغل على ايه؟ قال لي تشتغل على السمول البيبتايد وتديني ايه؟ تعمل لها فريجمنتيشن او تعمل ريليز للامينو اسيد، فانا كده كومبليت اللي هي البروتين دايجيشن، لان الامينو اسيد هي اللي هي الشكل النهائي اللي انا هعمل بيه ابسوربشن للبروتين. يبقى كده اللي هم الانزيم اللي موجوده في السمول انتستين. طيب يبقى
فكرة عن السكريشن، وبعدين أخد فكرة عن الديجيشن في السمول انتستن وفكرة عن الابسوربشن. الديجيشن في السمول انتستن قال لي هيتم ايه؟ قال لي خلي بالك هنا ان احنا عندنا الفات اللي انت خدته اللي او ترايجلسرايد ده هي محتاج لحاجتين. اولا هنا في اليومن، انا هكمل اللي هي الكمبليت الفات اللي هي ديجيشن في اليومن اوف السمول انتستن. طيب هيحصل ايه؟ قال لي هنا ده اللي هي الدايتري او اللي هي الفات، انا لازم محتاجة دي اللي هي البايل سولت اللي احنا هناخدها في الليفر، بتساعد في عملية اللي هي الفات ديجيشن والابسوربشن، على الرغم من انها مش انزيمز. المين انزيم عندي في الديجيشن هو البنكرياتيك لايبيز اللي هو ده اللي هي اللي دي الرول الكبيرة اللي هيعمل ايه؟ قال لي هيعمل كومبليت ديجيشن للفات الى اللي هي المونوجلسرايد اند اللي هي الفري فاتي اسيد، واحنا كده بعد كده بنكمل وبنعمل بيهم ليهم ابسوربشن، وده بيتم في اليومن اوف السمول انتستين، وبنرجع تاني للفات لما ناخد الليفر. عندك مين كمان؟ قال لي انا عندي اللي هي البروتينات، وعندي مصدرين للبروتينات في جسمي. في بروتين انا واخده من بره اكسوجينس بروتين، واخده في الاكل بتاعي اللي هي دايت البروتين، وفي عندنا انديجينس بروتين. الله انا عندي بروتين جوه ههضمه، انا ههضم نفسي. قال لك اه والله احنا مش لسه واخدين اللي هي الميوكوزا السيل او الانتستاينال سيل عمال يحصل لها شيدنج باستمرار وبتتجدد تقريبا اللي هي كل 5 ايام. طيب ما هي بتنزل بالانزيمز اللي جواها، فالسيلز دي هنا مكليانه كميه انزيمز بالسلافد ابيثيليال سيلز اللي هي فيها دايجستيف انزيمز كمان اللي هي نزلت، غير السيل اللي واخده الانزيم في الانتستين في انزيمز كتيره كونتها اللي هي هنا عندي هتنزل برضو. في ممكن يحصل شويه ليكج لشويه بلازما بروتين، فكل دول بسميهم ايه؟ قال لي بتسميهم اندوجينس بروتين. الاندوجينس بروتين هنا البروتينات عموما بيشتغل عليها مين؟ قال لي اول حاجه هنا ببتدي دايجيشن اوف بروتين في الاستومك بالانزيم اللي هو البيبسينوجين اللي اكتيفيتد للبيبسين، ويبتدي اللي هي الدايجيشن أو بروتين. طيب ومين كمان؟ قال لي البنكرياس بيخرج البروتيوليتك انزيم بتاعتي، بتخرج فيه صوره ان اكتف، بتحتاج الانتيروكينيز عند البراش بوردر اوف سمول انتستين عشان يبقى اكتيفيتد، واللي هي البنكرياتك انزيم بيحول البروتين الى شورت اللي هي او سمول بيبتايد والامينو اسيد. لاحظ هنا ان انت هتعمل كومبليت دايجيشن للبروتين فين؟ قال لي الدايجيشن اوف بروتين كومبليتد عند البراش بوردر ميمبرين. ليه؟ اولا الانتيروكينيز موجود فين؟ قال لي موجود في البراش بوردر، وهو ده اللي اكتيفيت البروتيوليتك انزيم، فعشان حتى اكسر السمول بيبتايد والامينو اسيد اللي هي الصوره اللي هي بتوصلني من البنكرياس، فانت محتاج الانتيروكينيز عند البراش بوردر. الانتيروكينيز كمان بيساعدك اللي هي انه يكسر اللي هي السمول بيبتايد ويحولهم لامينو اسيد. وكمان عندك ايه؟ قال لي عملت هنا كمان في السمول انتستين اللي هو الامينو بيبتايديز. الامينو بيبتايديز ده بيشتغل في السمول انتستين هنا، بيكسر السمول بيبتايد يحولها لامينو اسيد. قال طيب كمان لو في سمول بيبتايد عدت جوه السيل هنا، فبيستقبلها انترا سيلولار بيبتايديز اللي هي بيبتايديز موجود جوه اللي هي الانتستينال سيل، يعمل ايه؟ قال لي يكمل الدايجيشن بتاعه السمول بيبتايد اللي هي اللي عدت عندي وده دخلت السيل، احولها الامينو اسيد. فانا الصوره بتاعه البروتين اللي انت خدته ده سواء اندوجينس او اكسوجينس، الابسوربتيف فورم بتاعته هي في صوره امينو اسيد، واعمل له ابسوربشن فين؟ باخده الابسوربشن في الكابيلر، يعني بوديه للبلد. ليه هنا فكملت لك الصوره وقلت لك البلد؟ لان الفات اللي هو كان سابقنا ده بيروح للليمف، وقصه الفات قلنا هنتكلم عنها بالتفصيل لما ناخد كمان اللي هي الليفر. طيب في كربوهيدرات اللي هي الدايتري كربوهيدرات، لو خدت قصه الكربوهيدرات من البدايه فاقول ان انا باخد الكربوهيدرات في صوره اللي هي البولي ساكرايد. البولي ساكرايد بيشتغل عليه تو انزيم اللي هم الاميليز، في عندي سليفري اميليز وفي البنكرياتيك اميليز، وقلنا البنكرياتيك اميليز بيبقى اقوى بكتير من السليفري اميليز. طيب بيحول البولي ساكرايد ليه؟ قال لي البولي ساكرايد يتحول الى الداي ساكرايد. داي ساكرايد اللاكتوز والمالتوز اند السكروز، كل واحد من دول بيشتغل عليه الانزيم بتاعه علشان اتحول للصوره اللي بعمل بيها ابسوربشن، ان هو يتحول من الدايساكرايد للمونوساكرايد. المونوساكرايد زي ايه؟ زي اللي هي مين للجلوكوز، وفي بعضهم اللي هي الجلاكتوز، وفي اللي هي الفركتوز. دول بيروحوا فين؟ دول بيبقوا ابسوربت في اللي هي البلاد. يبقى دول اللي هم الثلاثه اللي هي نيوترينت اللي احنا خدناهم، سواء اللي هو الفات او اللي هي الكربوهيدراتس او البروتين. خدت بالي ان الفات كومبليت الدايجيشن بتاعي في اليومن اوف انتستين، لكن بوث البروتين والكربوهيدرات اللي هي الدايجيشن بيكمل في البراش بوردر ميمبرين، لان انا عندي اللي هي ادي الانزيمز هنا اللي هي الدايساكرايديز انزيم الموجودين في اللي هي البراش بوردر مش في اليوم، فكملت اللي هي الدايجيشن بتاع الكربوهيدرات وزيهم برضو اللي هي البروتين.
لكن الفات كان بعيد عن اللي هي البراش بوردر. قال طيب وعليه كده السمول انتستين هنا دي كملت الدايجيشن وهتعمل اللي قال لي هتعمل الابسوربشن. والابسوربشن هنا قال لي درست في الهيستولوجي ان اللي هي السمول انتستين ادابتيف ليه في حصل فيها ادابتيشن او ويل ادابتد ليه اللي هي البرايمري رول بتاعتها الابسوربشن. هي الوظيفه الاساسيه دايجيشن وابسوربشن. وقلت لو انا عديت من السمول انتستين وما عملتش اللي هي الدايجيشن للنيوتريانت ولا ابسوربشن فاللي هيروح لللارج انتستين خلاص النيوتريانت اللي بتدخل فيها لا يمكن يحصل لها دايجيشن ولا ابسوربشن. اللارج انتستين هنا كل اللي بتعمله انها تعمل الابسوربشن لشويه ووتر اند سولت. قال طيب السمول انتستين عملت ايه عشان تهيئ نفسها للابسوربشن؟ قال والله هتزود لي السيرفيس اريا بتاعها جدا. ازاي؟ قال بالعين المجرده لما تبص للسمول انتستين الاقي فيها سيركيولار فولد. السيركيولار فولد اللي انتم شايفينها دي الفولدس اللي هي باينه عندي هنا زي ما بيقولوا لكم في الهيستولوجي دي بتزود السيرفيس اريا قد ايه؟ قال لي 3 فولدس. قال لو خدتها وكبرت الفولد دي وشفت هي فيها ايه؟ قال الفولد دي هلاقي فيها ايه؟ قال لي هلاقي فيها فيلس اللي هي الفيلاي اللي موجوده هنا بتغطي ايه؟ قال لي بتغطي اللي هي السيركيولار فولد ده. يبقى في فيلس موجوده عندي. قال لي الفيلس دي هتسوي شايفين دي كده زجزاج طالعه نازله طالعه نازله زودت السيرفيس اريا قد ايه؟ قال لي 10 مرات. يبقى زودت another 10 times. يبقى هنا كنت مزودة 3 هزود كمان 10 أضعاف. كل ده بتعمل إيه؟ قال لي كل ده بزود السيرفيس أريا 4 اللي هي الأبسوربشن. قال طيب تعالوا ناخد الفيلاس دي على جنب كده ونكبرها. هي هنا بالعين المجردة أنت بتشوف السيركيولار فولد لكن أندر ميكروسكوب تشوف إيه؟ تشوف اللي هي الفيلاس. وأندر إلكترون ميكروسكوب أبتدي أفحص هي إيتش فيلاس فلاقي هي عبارة عن إيه؟ هي كفرد بي اللي هي الإبيثيريال سيلز. وبتوين الإبيثيريال ثيليال سيلز كده متوزع على مسافات متوزع الجوبلت سيلز او الميوكس سيلز اللي هي سيكريت اللي هي الميوكس. هنا دي الفيلس والجزء اللي هو اللي نازل اللي تحت ده اللي بتسموه اللي هي الكريبت اوف لابريكان وده اللي طلع لي اللي هي الووتر وطلع لي اللي هي السولت اللي هي او البايكربونيت سيكريشن كانت مع الميوكس كون اللي هي السيكاس انتريكس. قال لك ده انت لو كبرت بقى كمان عشان تكمل الصوره خدت واحده اللي هي السيرفيس ده كده وكبرته لقيت ان هو انتر الكترون ميكروسكوب شفت ان هو كفرد بالبراش بوردر دي كمان اللي سميتها كلمه المايكرو فيلاي. قال لك ده انت كده بالمايكرو فيلاي زودت السيرفيس اريا انذر ايه اللي هي 20 فولد. اديني عمال ازود السيرفيس اريا بدايه من اللي هي الفولدس اللي لما كانت موجوده دي زودت لي 3 اضعاف وبعدين اللي هي الفيلاس زودت لي 10 اضعاف وبعدين هنا كمان زودت 20 ضعف. قال لك وخلي بالك ان البراش بوردر دي هي اللي كلمتكم عنها وقلت ان هي الانزيم اللي هي سيكريتد اللي هي من الانتستينال سيل فالسمول انتستين انزيم اللي هي بتعمل الفانكشن بتاعتها وبتخلصها وبتفضل موجوده عند الممبرين اوف اللي هي البراش بوردر دي. يبقى ده تأكيد على اللي احنا بنقوله. قال طيب انت من اللي انت قلته ده سواء سيركولار فولت او سواء اللي هي الفيلاس او سواء اللي هي المايكرو فيلاي فانت زودت السيرفيس اريا بتاعت السمول انتستين زودتها 600 ضعف اللي هي لو كانت فضلت تيوب عاديه باللي هي لايند باي ايه باي فلات سيرفيس. يبقى السيرفيس اريا عندي زاد قد ايه؟ قال لي زاد 600 مره اللي هي لو كانت عندي تيوب بنفس اللينس ونفس الدايمتر لكن لاين ذا باي فلات سيل. قال عارف لما بتفرد السمول انتستين بتبقى تقريبا ايكوال ملعب تنس. ملعب تنس يعني حوالي مساحه اللي هي 200 متر مربع. شايفين قد ايه السيرفيس اريا؟ قال لك ده كلام ايه؟ كلام الهيستولوجي اللي هو محفظه لنا. قال بناء عليه لقيت ان كل النيوترينت اللي انا هاخدها وتوصل للسمول انتستين كل لما ياكل السمول انتستين تعمل دايجيشن وابسوربشن للنيوترينت اللي انت اخدتها يبقى كل الكربوهيدرات والفات والبروتين واللي هي عندك اللي هي الفيتامين فات سوليبل فيتامين هم اللي موجودين A والD والE والكي كل الووتر اللي هي دخل عندي عندي هنا اللي هي الالكترولايت اللي دخلت انا هعمل لها ايه؟ هعمل لها دايجيشن واعمل لها ابسوربشن. وقال لك يبقى كده الناس اللي هي بتزيد وزنها تعرف ان انت اللي عملت كده انت اكلت كتير خدت نيوترينت كتير والسمول انتستين ما عملتش حاجه غير انها عملت دايجيشن وابسوربشن للنيوترينت الكتير اللي احنا اخدناها. يبقى انا كل ما هاخد كل ما هعمل ابسوربشن وزود كنترول. قال في بعض الحاجات اللي بعمل كنترول في الابسوربشن بتاعهم لايك اللي هي الكالسيوم اند اللي هي الايرن دول اندر ايه؟ اندر كنترول. على حسب ايه؟ اللي على حسب احتياج جسمي باخد الكالسيوم او باخد اللي هي الايرن. قال طيب وانت كمان ايه؟ لاحظت ان انا خلصت كل تقريبا اللي هي كل اللي هي الدايجيشن والابسوربشن حتى قبل وصولي للاليوم. انا كنت انجزت المهمه بتاعتي. والاليوم بيحصل فيه ابسوربشن ده حاجتين مهمين بنقف عندهم اللي هي الابسوربشن اوف
فيتامين بي 12 والابسوربشن للبايل سولت، دول بيتموا دايما نقول في التيرمينال اليوم، وليهم سبيشال ميكانيزم اوف الابسوربشن في التيرمينال اليوم اتكلمنا عنه في البلد، وهنتكلم عنه في البايل لما نتكلم عن البايل سولت او اللي هي البايل ايه البايل سولت في التيرمينال اليوم. يبقى ده هنا لما يسالني عن اللي هي الابسوربشن اللي تم، قلت له ان كل حاجه تمت خلصت اللي هي الابسوربشن في الديودنم وفي اللي هي الجيوجنم، والاليوم ده كانت لبعض الحاجات اللي هي السبيشال، وكل النيوترينت اللي انت خدتها بيتم ايه بيتم اللي هي الدايجيشن وياخد الابسوربشن ويزود كنترول، عشان كده احنا كده في ناس منا كتير بيزيد وزنها. قال ولما اتعلمت من الهيستولوجي ولقيت ان في هاي ابسوربتيف اللي كاباسيتي وان السمول ادابتد للابسوربشن العالي، فهنا انا كمان قلت لي انها عملت ابسوربشن كميات ووتر كتير، قال لك ده انا تقريبا هنا عند السمول انتستن انا بيبقى عندي اللي حوالي 9 لتر من الووتر موجودين، والافريج كده ان هي بترجع تمتصهم كلهم وتعمل لهم ابسوربشن تقريبا كله، يعني لو دخلت للارج انتستن ممكن تعدي اباوت اللي هي 2 لتر. يبقى احنا تسهيلا وتقريب لكل اللي هي الارقام اللي موجوده، فاحنا اتفقنا ان السمول انتستن بيبقى فيها حوالي 9 لتر من الفلويد بيدخلوا لها يوميا، مصدرهم ايه؟ قال لك من اول ما انت بدات تاخد الفود بيبقى فيه كميه ووتر، وانت كمان بتاخد درينك كميه ووتر، ومن اول ما خدت اللي هي السليفري سكريشن واضفت عليهم جاستريك سكريشن، وبعدين فضيت عليهم اللي هي السكريشن بتاعه اللي هي البايل، وفضيت عليهم البنكرياتيك سكريشن، وكمان الانتستين نزلت السكريشن بتاعتها، فتقريبا محصله جمع كل السكريشن دول هيبقوا ايكوال 9 لتر. 9 لتر من الووتر موجودين، قال لك بير دي هي مش هتعدي منهم للارج انتستين الا اباوت ايه 2 لتر يعدي في الكولون، وحتى الكولون هيعمل ايه؟ قال لك حتى الكولون بقى عنده ميزه، لو انتم فاكرين ما بيعملش ابسوربشن لحاجه الا الووتر وشويه سولت، يعني هياخد لك الووتر اللي انت هنا عديتهم اللي هم الاثنين لتر، ويمكن اللي هينزل بس في الفيسز ما يتعداش ال 150 مللي، هم اللي هيبقوا ايه؟ هم اللي هيبقوا لوست. وده هنا عندي ايه؟ قال لك هنا ده بسبب ايه؟ اللي هي الكباسيتي العاليه بتاعه السمول انتستين وكفائتها في اللي هي الدايجيشن اند الابسوربشن بروسيس. ويبقى كده كملنا موضوع السمول انتستين خالص. السلام عليكم.